بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نتعرف على أو اليوم سوف نتعرف على طريقة تثبيت أدوات الفيموير على لينكس مانت 19. يمكن تثبيت أدوات خاصة بالفيموير بتكبير الشاشة. يمكن تعمل على فيموير ولا تريد تثبيت لينكس مانت أو غيرها من التوزيعات على الكمبيوتر كنظام أساسي، يمكن تجربتها والتعرف عليها وتثبيتها على نظام وهمي مثل الفيموير. نشاهد أن لدينا هنا الشاشة صغيرة جدا. أولا وقبل كل شيء نفتح الطرفية، ندخل باسم اليوزر، ثم نقوم بتحديث التوزيع. ننتظر حتى ينتهي من تحديث التوزيع. انتظار حتى ينتهي من تحديث التوزيع. نعم، قد انتهى من تحديث التوزيع. الآن نكتب الأمر التالي لتثبيت الأدوات الخاصة ب أو الفيموير طوس، أدوات الخاصة بالفيموير. نكتب الأمر التالي: sudo apt install open bash vm dash tools dash desktop disk material disk desktop واضغط انتري ثم يس. ننتظر حتى يقوم بتثبيت الادوات من خلال الطرفية. يقوم الآن بالتثبيت. تم الآن تثبيت الأدوات. أعيد تشغيل الجهاز. أعيد تشغيل الجهاز. ثم أعود إليكم. والآن بعد تثبيت الأمر، تم تثبيت أدوات الفيرموير بدون أي مشكلة، فقط باتباع الأمر التالي أو كتابة الأمر خاص بالتثبيت، فهو open vm tools desktop خاص بتثبيت أدوات الفيموير. لدينا بعض التحديثات في التوزيعة، نقوم بتحديثها. يجب دائما
قيام بتحديث التوزيعات. أقول لكم شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.